بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله توكلنا على الله. ده بط مولر يا جماعة، بط مولر عامل 45 جنيه، بط المولر عامل 45 جنيه، والبط المصري أو المولي ده عامل 45 جنيه برضه. البط المولر عامل 45، والبط المولد أو المشرق عامل 45 جنيه. موجود أهو، متوفر بسم الله ما شاء الله. نعمل لكم البسة عشان أبو سامح ما قلتش هنا، فتقبلوني يعني النهاردة. البط المولر ب45، البط المشرق والموالي ب45، في بط مسكوف في عمر يومين ب45، في بط مسكوف في عمر اسبوع ب50 جنيه، وفي بط فرنساوي عمر يومين ب35 جنيه. تمام كده اسعار البط. الابيض بقى اللي ما شاء الله، الابيض النهارده نزل، الابيض نزل النهارده، الابيض النهارده ب25 جنيه، الابيض عامل 25 جنيه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الابيض عامل 25 جنيه، الابيض النهارده 25 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الابيض عامل 25 جنيه النهارده. بسم الله ما شاء الله، شايفين حيوات الفتحة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. معلش يا جماعة تقبلوا النهاردة في البث عشان أبو سامح ما قلتش هنا. الأبيض عامل 25 جنيه، الأبيض 26 جنيه، معلش فرز الديوك 5، فرز الديوك 26 جنيه، الأبيض على وشه ب 25 جنيه، ب 26 جنيه. أنا مالي أخبطت الدنيا ولا كده؟ أنا شكلي أبو سامح هيرشدني. 26 جنيه الأبيض، الأبيض 26 جنيه يا جماعة، فرز الديوك 27، الأبيض 26 جنيه، الأبيض 26 جنيه، فرز الديوك 27، معلش الأبيض 26 جنيه. الأبيض ما شاء الله تبارك الله موجود، ما شاء الله تبارك الله. الفرق أنا الأخير كده، أنا هنترك رحنا موت النهاردة يا أنا. ما شاء الله تبارك الله، شايفين حاجات الفرخه يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك في كل اللي ياخد يا رب، اللهم امين. حبيبي حبيبي تسلم، اللهم بارك. اللي هياخد فراخ يا جماعه يدفيها، اللي هياخد فراخ يدفيها، تدفية مهمة جدا 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 في الفترة دي. اللي هياخد فراخ يدفيها، الفراخ يا جماعة ما تتكومش منك على بعض، الفراخ ما ينفعش تتكوم على بعضها، الفراخ لو كومت مع بعضها حتى لو ما ماتش هتتبهدل وتتأخر معاك في التربية. ده البط اهو ما شاء الله، ده البط. اللهم امين يا رب احنا وانت يا رب، اللهم امين. وده الابيض نازل يا امل ما شاء الله، متوفر يا جماعة، نازل يا امل الابيض اللي معاكي. تبارك الله، ده فيومي، فيومي الذهبي ب14.5، فيومي ب14.5، فيومي ده بيض ولحم، فيومي ده بيض ولحم، هو ما شاء الله بيض وزن عالي، ما شاء الله برضه بيبيض ما شاء الله ممتاز في البيض يعني، ده فيومي ذهبي بيض ولحم، شايفين ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يا رب، تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ده ب 14 جنيه ونص يا جماعه، ب 14 جنيه ونص، ده ثابت سعره ثابت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. كفايه شكله لوحده كفايه، ده بقى البلدي، بلد مسعر، ده بلد مسعر يا جماعه، الناس اللي بتحب تربي البلدي، ده بلد مسعر. البلد المشار عامل 8.5، طبعا البلد رفع من امبارح، عامل 8.5، البلدي 8.5،
ونص. البط البيور، لا البط البيور مثل البط البيور يا ملوس، البط البيور ما جاش، لو يجي هننزل على الصفحه اللي هو هيجي. البط البيور الابيض يا باشا، الابيض عامل 26 جنيه، الابيض نزل النهارده عامل 26 جنيه، الابيض ما شاء الله بقى 26 جنيه، بس الابيض هيرفع تاني لان الابيض نزل بسبب ان الجو ما كانش مظبط الشتا بتاع امبارح ده، بس الجو هيظبط فالابيض هيرفع تاني. طبعا احنا بنقول لكم الابيض هيرفع يبقى هيرفع، هينزل يبقى هينزل، هو الابيض هيرفع تاني، هو نزل النهارده بسبب موجه الشتا بتاعت امبارح والجو بتاع امبارح، انما الجو النهارده متحسن والجو هيبقى فيه تحسن يعني ما شاء الله. الارصاد بكره هيبقى فيه الجو يبقى كويس، بعد بكره يبقى الجو كويس، الايام الجايه الجو كويس ان شاء الله. يعني السمان جوه، السمان نسيت اقول لكم، السمان 7 جنيه، السمان عمره 18 يوم عامل 7 جنيه، ده الساسو، الساسو عامل 23 جنيه، عمره 18، الساسو عامل 23 جنيه، الساسو الشفر عامل 23 جنيه، الساسو الشفر عامل 23 جنيه، الساسو الشفر عامل 23 جنيه ان شاء الله، الساسو عامل 23 جنيه يا جماعه ان شاء الله، عامل كده البوم الساسو 23 جنيه، الساسو 23 جنيه، الساسو الشفر، والبلد قلنا ب 8.5، بلد البيض، والسمان ب 7 جنيه، السمان عامل 7 جنيه، والفيومي ب 14.5، الفيوم ب 14.5. لسه في حاجه يا جماعه، اللي عايز يسال حاجه بسرعه عشان هقفل البث، اللي عايز يسال حاجه عشان هقفل البث، خلاص في حالك يا ملوس، خلاص خلاص سلام، سامح اي حاجه عند ابو سامح. ربنا يكرمك يا مرسي، يا رب الله يصلح حالك، الله يديك الصحة. اللي عايز يسأل أسعار حاجة، البط المشرق قلنا عامل 45 جنيه، البط المشرق عامل 45 جنيه. اللي عايز يسأل حاجة قبل ما أقفل، بس عشان لو في حاجة أنا ناسيها أو كده، تمام كده كل حاجة تمام ولا إيه؟ أنا هقفل بس يا جماعة. كده قلنا السمان ب 7 جنيه، السمان جوه على الأكل ومية، مش هدخل أصور لأني مكسلة، والفيوم 14.5، الابيض عامل 26 جنيه، الابيض النهارده عامل 26 جنيه، البط المولر والمشرق عامل 45 جنيه، موجود دلوقتي الناس اللي كانوا بيسألوا عليه لانه ما كانش متوفر بقاله يومين، عامل 45 جنيه، البط عامل 45 جنيه النهارده، البط 45 جنيه، المولر والمشرق عامل 45 جنيه. في بط مسكوفي عمره يومين جوه على الاكل وميه، البط المسكوفي عامل 45 جنيه، عمره يومين، عمر اسبوع عامل 50 جنيه، موجود عمر اسبوع ب 50 جنيه، مسكوفي بط فرنساوي عمر يومين 35 جنيه. الاضاءة هنا معلش يا جماعة، الاضاءة مش كويسة عشان انا بصور عكس الاضاءة، دي بطة راحت انتحر اهي، الله يرحمها. ادخلي ادخلي ماشي يا جماعه، معلش انا هقفل بس، لا مفيش رومي نعام، مفيش الروم، هيجي بالحاجز، الرومي الابيض الفرنساوي بالحاجز، لو انت محتاجه هتتصل بينا هنسجل بس اسمك ونحجز لك، بس هو يجي ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. اي استفسار يا جماعه؟ ماشي، لو في اي حاجه انا ما قلتهاش في البث معلش بساله بقى بتاع الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.